بدلين لليث فرح يا بي، شكرا، انبسطوا. طبعا ليث باللون، بعدين بالاخر بيعطيني اياه الشوفير تبعنا. تركنا ساعه، هذا الشوفير سبونسرد باي زين. ويلكم تو برشلونه، جود مورنينج. اليوم اي يوم؟ الثالث. بس احنا لسه ما رحنا على المؤتمر. وين رحنا؟ على شيء اسمه 4 years from now. وهذا رح نرجيكم الشركات ايش بصير فيها دارين، انه بعد 4 سنين بتصير شركه كبيره، زي مثلا كيف جوجل، سناب شات، امنت مارفل لايكيف. وبعدين رح نروح نزور هذا الاشي. لازم تشوفوا ابتسامة دري كيف صارت بعد ما ايش احزنوا، جابت سيم كارد. وهي دخلنا، كل واحد بده يتفسح زي ما بده. على الوحدة رح نلتقي هون. اوكي دارين، انا رح اروح معاك. هذول الشركات اللي بوتنشال يصيروا شركات كبيرة بعد 4 سنين. مين بدنا نشوف ناس نوقع ايكيف. هاي الشنطة تشحن كل اشي عندكم. خلاص معكم شاحن ليشحن اللابتوب والموبايلات. Just hold it, close your hand. 1, 2, 3. وعم بيوزعوا اشياء عشان اليوم 1/3، فهو عندهم بداية ربيع، فبوزعوا هيك اساور احتفالا ببداية الربيع. Thank you. لساتنا بالمعرض، صراحة كثير كبير وبده أقل شيء يوم كامل، فأنا يمكن ضلني هون اليوم نشوفهم كلهم. هاي من شركة زين، هدول الستارت أبس كلياتهم، وإن شاء الله بعد 5 سنين يصيروا the next big thing. في عنا هون غنوة، احكي لنا عن غنوة. عندنا موبايل أبلكيشن اسمه غنوة، غنوة زي الأبلكيشن فور كاريوكي. ورجيني إياها. تختارون الفنان اللي ترتاحون تبون تغنونه، كل الفنانين موجودين تقريبا، مثلا عبد المجيد، تطلع الاغاني تختارون الاغنيه اللي بدكم اياها. اوكي. وبعد يصير لها لودينج من الانترنت، بعدين يكليك اون ستارت وبتبلش. ادي لكم الاغاني. نعم، ادي لكم شهرين. تكتبوا غنوه على الابل ستور. تكتبوا غنوه بالاب ستور والحمد لله بالاب ستور. برين، وين هلا نروح؟ نرجع المؤتمر هون، لقينا نفسنا احنا هون كل الستارت ابس هون وكل الحياه هون. يعني بلد الشحن ولا كاني مسافره ولا كاني مسافره. خلصنا المؤتمر او يعني من 3/4، وهلا رايحين نشوف رايحين نشوف ايش جيم لبرشلونه. هينا رايحين، بس فاضي الصراحة، مش عارفة إذا إحنا كتير بكير ولا تمام وضعنا. بس أمولنا المي، أمولنا الغطاية تبعتها. هاي هايو. خلصنا شوبينج، وهلا شوفوا كيف هون عم بيصبروا كلهم على الطابور عشان يصوروا على هاي الجيم. كيف متحمسين؟ أنا مش مع أي فريق، ما بعرف أصلا مين بيلعب صراحة، بس رايحين ننبسط. واي يا حرام، الصغار دخلوا كتاكيت. ان شاء الله فرح وليث يكونوا هناك كمان شي يوم. مش عندي نت، راحت النت. هم واي فاي. في بدوي جابوا بزر. كل الناس وقفونا. هاي باقي 2 دقيقة للمباراة، بس احنا روحنا عشان ما نلحق العجقة. ياه كانت كتير حلوة. صباح الخير، اليوم الرابع بإسبانيا، وهو اليوم الأخير كمان من المؤتمر. احنا رحنا سريعا على المؤتمر، وعشان ايش نعمل؟ عشان نروح نزور قرية، وهالقرية بيحكوا فيها شوبينج ومناطق حلوة كتير، فبنطلع يلا. ياه بعد التصوير دائما بعد ادور على دارين. هاي دارين، هاي دارين. دو ات دو ات دو ات دو ات دو ات دو ات. اهلا باسبانيا. هولا بونيتا. يا شكرا.
كثير بشهي انا رح اخذ هذا كوكونات وستروبري. ليت وفرح كان يعني ليت حطمها للدونت دونت 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 ماما دونت. شوفوا السقف دي عالية. واه الفيو. شوف الاسانسير كيف مبني. احنا هلا على الروف توب. شوف الفيو ما احنا كثير حلو الفيو. واو ماشيين على هيك حديد. شيء عم بيصير كانه مظاهره او شيء. خلصنا المظاهرة معهم بس احنا حاليا ضعنا بدوروا على الموقع وين الاوتيل بس عم نضيع باماكن حلوة. لازم نروح على القرية فالقرية معنا نص ساعة عشان نوصل لانه عم بستنونا هناك. شرينا فيه لانه مش عادي نفادي الشوكولاتة. هدي زاكير معمولة باسبانيا. نم 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 ناكلها على الطريق. هاي سناك سناك. بعد ما قلنا نص ساعة ضايعين هو بده 7 minutes للوكيشن. 7 minutes يناسب الدرونز. يا وصلنا هلا بنشوف كيف. يا الله انا هيك المحلات بحبها. نورث فيس هذا الماركت فيه كل الماركات العالميه والكبيره بس على السيل فاوتلت بس بطريقه مرتبه. صباح الخير. شوفوا اليوم احنا عند الارض بس اليوم شوي غائم عشان اليوم قررنا كله سياحة فعتبت الدنيا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بنص سبين قررنا نعمل انهيل تشالنج واللي هو لازم نعمل الحبلة. فجبت حبلة بعد ما قعدت ساعة ألفلف عليها بس هم هيك قرروا يعملوها. بالباستور واو بدوا يبنوها من 1883 لهلا عم يبنوها وتوقع يخلصوها ب 2026. هاي لازم كل واحد يزورها لما يروح اسبانيا. هاي اهم شيء باسبانيا. هاي دخلنا وشوفوا الديتيلز تبعتها قديش والازاز كيف لونه. جاودي لما بداها كان عمره 31 سنة. كثير كبيرة وكثير فيها تفاصيل. هنا في مراي بوقفوا هون وهاي المراي من الموبايل بياخدوها فبطلع سقف معها. هلأ أنا رح أحاول أعملها. يا شوف ما أحلاها. هاي المنطقة بيطعموا فيها الحمام بيجيبوا حتى بيبيعوا الأكل تبعي عشان طعميهم. شوف كيف كل حدا عم يحاول يطعميهم. يما شوفوا كيف عم بيأكلوا يا حرام كأنهم ميتين جوا طبعا. يما شوفوا منظرهم هم طعميهم كلهم تحت رجلي. كتكي فرح عليك. أكيد كان عامل نفس الشيء. إسبانيا كتير حلوة بنصح الكل يزورها. مش عادي شو حلوة. رح أخذ فرح وليت عليها. رايحة على باركويل بس المشي لإله كتير طويل وعم بتعتم. ياي أنا دخلت مفروض ما أدخل عشان خلصوا التذاكر بس ما بعرف كيف إيش صار وإيش دخلت ولا لا. حلوة الشجرة. واو شوفوا الفيو قدي بعقد. أظن جيت بوقت منيح. لا في تذاكر ولا في إشي. عم بلحق شوي الضوء. طلع إنه في كتير مناطق ببلاش نقدر ندخلها ومناطق لازم ندفع فيها بس هيا هون هاي المناطق ولازم أستنى بعد 7 لأنه خلصت التيكتس اليوم. بعد 7 أي حدا بقدر يفوت. أنا الناس عم تركض تشوف آخر آخر رمق للضوء. بس أحلى إشي إنه طلع لنا إياه ببلاش. واو شوفوا تحت أيضا لحقوا.
شوفوا كيف معمول كله من الفسيفساء. غاودي كان يحب هذا الستايل، وكمان كان يحاول يعمل كل شيء من الوان الطبيعه. كل شيء باسبانيا متمحور حوالين غاودي. هاي الفيموس ليزرد، ذكرني بنديم لانه بخاف من الليزرد. وهيك خلصناه بسرعه. لطيف كان، بس هلا اكتشفت انه لازم ارجع مشي على الاوتيل، لانه اذا اخذت سياره رح ياخذني وقت اكثر، فبدي 40 دقيقه مشي. بس حلو لانه هاي اخر ليله، بكره انا راجعه عمان. كثير كثير متحمسه، راجعه عند فروحه وليث وكل حدا. خلص الاجازه انتهت. ياه، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، واذا بدكم كمان فقات احكوا لي. باي. لازم انزل كل هاد، رح اضيع. هلا رح يعملوا بلوبتين نحكي ولا اسمع. ايوه نوك امشي والله في امان. هاي طيارتي، باي باي اسبانيا. ار جي كانت كثير رحله حلوه، وجد شكرا زين انهم اخذونا كيف كجست لهاي الرحله.